هذه الأطراف التي تعمل بشتى الوسائل لانحراف هذه المسيرات عن أهدافها الأساسية لتحقيق مخططهم الخبيثة والابتعاد عن الأنانية الشخصية الضيقة التي وصلت البلاد إلى ما نحن عليها اليوم، وتسببت في تفويت الفرصة على البلاد بحجم الجزائر وشعبها الأبي، حيث لم يكون بعض المسؤولين والقائمين على شؤونه للأسف الشديد في مستواه ولا في مستوى أماله وتطلعاته إلى غد أفضل. وفي هذا الشأن تحديدا فإننا نشير إلى أن العدالة وقد استرجعت كاف صلاحياتها، ستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات. وأود بهذه المناسبة أن نجدد التذكير بأنني قد التزمت شخصيا بدعم الشعب في هذه المرحلة الهامة. وفي هذا السياق بالذات نؤكد مرة أخرى أننا في الجيش الوطني الشعبي لن نحيد عن موقفنا الثابت بخصوص التمسك بالإطار الدستوري. بعض الأطراف التي ترفض كل المبادرات المقترحة وتعمل على زرع النعارات والدسائس بما يخدم مصالحها الضيقة ومصالح من يقف وراها، أقول من يقف وراها، وقد انكشفت، وها هم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تعجيج الوضع والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة. وعليه وجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حال استمراره في هذه التصرفات ستتاخذ ضده إجراءات قانونية صارمة. جيش المحترف باستعداده وعتاده واستعداده الدائم المجهز بأسلحة متطورة موجهة لأعداء الوطن وليس ضد شعبه، جيش لن يتخذ أي قرارات لا تخدم الشعب والوطن، حريص على أن لا تراق قطرة دم جزائري واحدة خدمة لمصالح الأطراف المعادية.